بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير القرآن ينقسم أو يتنوع في نوعين: ما يسمى بالتفسير الموضعي، وما يسمى بالتفسير الموضوعي. الموضعي أن يأتي المفسر على الآية فيفسرها كلمة كلمة، ثم يذهب إلى الآية التي تليها، وهكذا حتى تكتمل السورة التي بدأ في تفسيرها. وغالبية كتب التفسير التي بين أيدينا من هذا النوع من التفسير، بمعنى يأخذ المصحف من أوله إلى آخره فيفسره بصورة متتابعة. بعد ذلك هذا التفسير الموضعي نفسه له أقسام كثيرة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالرأي، الاهتمام بالأحكام، الاهتمام باللغة وما إلى ذلك. أما التفسير الموضوعي فهو أن يعمد المفسر إلى كلمة في القرآن الكريم، مثلاً الصبر، فيتتبع كل آية، يتتبع كل آية ورد فيها كلمة الصبر، فيضع هذه الآيات بين يديه. مثلاً الصبر قال ورد في 90 موضع، يجمع 90 آية فيها كلمة الصبر، ثم بعد ذلك يبدأ يرتب هذه الآيات في شكل موضوع. موضوع الصبر يقول أنواعه، أهدافه، ما هو ثوابه، متى يصبر الإنسان، متى لا يصبر، صبر الأنبياء، صبر المؤمنين، وما إلى ذلك. فيتكون لديه موضوع كامل، ربما يكون في مجلد، في الصبر في القرآن الكريم مثلا، الإيمان في القرآن الكريم، ونحو ذلك من التفاسير الموضوعية. هذا التفسير الموضوعي يعني نستطيع أن نقول بدأ متأخرا في كتابات علمائنا الأجلاء، لكنه كان موجودا لدى الصحابة. مسروق رضي الله عنه من التابعين قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قيام الليل، قال: فوالله ما تركت آية فيها ذكر قيام الليل إلا وانتزعتها من محلها. جمعت له آيات قيام الليل كلها أمامه. هذا معناها كان هذا الأمر في صدوره. فائدة التفسير الموضوعي بارك الله لي ولك، تبين لك الفهم الكامل للكلمة القرآنية، وتبين لك الناسخ من المنسوخ في الآيات المذكورة، وتبين لك المطلق من المقيد، المجمل من المفسر، تبين لك المحكم من المتشابه. ليه؟ ربما يعمد إنسان إلى آية منسوخة فيقرأها ويظن أنها محكمة. لماذا؟ لأنه لم يضمها إلى شبيهاتها في القرآن الكريم. القراءة في التفسير الموضوعي أو البحث في الكلمات بحيث يصل الإنسان عن الكلمات القرآنية بحيث يصل إلى تفسير موضوعي لها، إضافة إلى أنه يوسع أفقه، سيعطيه الفهم الصحيح لكتاب الله تبارك وتعالى. ولعلك أنت تلحظ هذا في بعض الخطباء عندما يتكلم في موضوع، يأتيك ب10 آيات، 7 آيات، 15 آية، بحسب ما يفتح الله تعالى عليه، فكأنه أعطاك تفسير موضوعي من خلال خطبة في ثلث ساعة أو نصف ساعة. لكن بعض الناس لا ينتبه إلى هذا المعنى. إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا الدرس
أريد أن أعمل تفسيرا موضوعيا في الآيات والسور الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام خالصة له، بعض الآيات كاملة، بعض السور كاملة. مثلا سورة الضحى من أولها إلى آخرها خطاب للحبيب عليه الصلاة والسلام، وكل ما ورد فيها خاص به والأمة تندرج تبعا. ألم يجدك يتيما فآوى بعد القسم، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بعدها على طول الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، إلى آخر السورة. هذا النوع بارك الله فيك من الخطاب الإلهي للرسول عليه الصلاة والسلام لتتبين منزلته عند ربه وليعظم قدره عند المؤمنين. هذا النوع من الآيات ومن السور المتعلقة بالحبيب صلوا عليه، بالحبيب عليه الصلاة والسلام، هذه تزيد في إيمان المؤمنين، وتزيد في حبهم له، وتزيد في اقتدائهم به، وتشوقهم لرؤيته عليه الصلاة والسلام. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا سأقف وقفة بعد هذه المقدمة مع سورة الكل يقرأها ويراها قصيرة وربما لا ينتبه لها، سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها. ورد في سبب نزولها أن بعض كفار قريش كانوا يتحدثون فيما بينهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الكعبة، فقال العاص بن وائل دعوه فإنما هو أبتر سينقطع ذكره بعد موته، وزي ما بقول ننفك من الموضوع هذا، لا تشغلوا بالكم به. فالأبتر هو الذي إما أنه مات له، إما أنه لم يولد له ولد ذكر أصلا، وإما أن يموت جميع أولاده فينقطع عقبه. الإنسان الذي ما ولد له ولد كيف سيستمر ذكره في الناس؟ أو كان له أولاد وماتوا، الذكور ماتوا في حياته، كيف يستمر ذكره؟ هو أراد هذا المعنى، لكنه غفل عن أن النبي عليه الصلاة والسلام بقاء ذكره ليس في ولده، وإنما في أتباعه المؤمنين به إلى قيام الساعة. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، سامع هذا الحوار وسمع هذا الكلام من العاص بن وائل لمن خاطبهم ولم يتكلم بكلمة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدافع عن نفسه قط. ورجع القرآن، كل الدفاعات عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت في القرآن، من يوم أن قال له أبو لهب تبت يداك، ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ أنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. قالوا ساحر، اقرأ أواخر سورة الحاقة، ما هو بقول شاعر؟ ما هو بقول ساحر؟ ما هو بقول كاهن؟ رد عليهم مقولتهم في قولهم شاعر وقولهم كاهن، رد عليهم قولهم أنه ساحر في آيات أخرى أو في سور أخرى. هنا هذه السورة دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد على هذا القول الأبتر من هذا الكافر الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
ما هو الكوثر؟ الكوثر قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخير الكثير. فقال له بعض الناس: يقولون الكوثر نهر في الجنة. قال: ذلك النهر من الكوثر. يعني ليس الكوثر هو النهر الذي أعطيه الحبيب عليه الصلاة والسلام في الجنة وحده، بل هذا الكوثر اللي هو المعلوم نهر من أنهار الجنة خص به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جزء من الخير الكثير الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، الكوثر نهر في الجنة يختلف عن حوضه صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصات القيامة، العرصات قبل دخول الجنة. ذكر العلماء أن للكوثر ميزابان يصبان على حوضه عليه الصلاة والسلام. إذن الكوثر نهر في الجنة خص به الحبيب عليه الصلاة والسلام، أما الحوض فتشرب منه أمته قبل دخول الجنة، نسأل الله يسقينا منه شربة لا نظمى بعدها. خلي بالك، الخطاب قال: إنا أعطيناك. وإذا كان بهذا الأسلوب اللي هو العطاء دليل خصوصية، لكن لو قال آتيناك، الإيتاء يكون للشخص ولغيره، كما قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك، هل السبع المثاني والقرآن العظيم خاصة به؟ أبدا، للأمة، ما ورد فيه من تكاليف وغيره. إذن قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. خلي بالك، من العلماء من قال: من الخير الكثير الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وحلت لي المغانم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه مسجده وطهوره. مما أعطيه من الخير الكثير الشفاعة العظمى، مما أعطيه من الخير الكثير الفتوحات التي كانت في عصره والتي جاءت بعد ذلك في أمته، من الخير الكثير الذي أعطيه علو دينه على سائر الأديان، وكتابه فضل على سائر الكتب. إذن شوف المعنى هذا كيف واسع، الكوثر. لهذا قال له: فصلي. هذه فيها إشارة إلى أن من أعطي نعمة عليه أن يشكرها، ويكون الشكر بالصلاة. وإن كان من العلماء من قال: فصلي، أي أدي الفرائض والنوافل وصلاة العيد، لأن بعدها وانحر، أي انحر هديك أو انحر أضحيتك، فصلي لربك وانحر. هنا جاء الرد على العاص بن وائل: إن شانئك، الشانئ هو المبغض، كما قال تعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالشانئ هو المبغض الكاره. إن شانئك، سواء كان العاص أو غيره من الكفار، هو الأبتر، أي هو الذي سينقطع ذكره، هو قليل البركة، بل لا بركة فيه أصلا. وفي هذا إشارة إلى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ليس بأبتر، لا في ذاته ولا في أمته عليه الصلاة والسلام. اكتفي بهذا، أسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، بالسعادة أجالنا، بلغنا ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.